من يوم خالي مرض أشعرت بالخوفايم، شفت كل الفحوصات جيت عينية، مخابر الطب والمأمور جا ظرفها مع الإشاعات كم ينواع وسينية، جات التقارير مهما تبذلوا صرفها لا طب أي جبت با ينفع وسورية، وكم دكاتير أملنا ربي تعافى، لكن الأقدار جات العكس للنية، قرب الأجل ما يفيد الطب والمشفى ولا جهازات با تنفع وكشفية. قصيدة كلمات الشعر أبو هيلان أحمد عباس المشكي، ألقاها تعزية بعد وفاة المقبول بإذن الله خالها الشيخ عبد الرحمن يحيى علي الشرجبي، يلحنها فايز أبو شمس الكليبي ويعزفها نجم عبد الفرحان ويقع حازية فرحان، مع تحيات تسجيلات الفايز دمار. تتراكم وما خفي، أسألك العفو يا رحمن لا طفلا، وخفف وزار فوق الخلق مضوية. من يوم خالي مرض أشعرت بالخوف، يوم شفت كل الفحوصات جات عيني، ما خابر الطب والمأمون جا ظرفا مع الإشاعات كم ينوع وسينية. جات التقارير مهما تبذلوا صرفا لا طب أي جبت با ينفع وسوريا، وكم دكاتير أملنا ربي تعافى، لكن الأقدار جات العكس للنية. قرب الأجل ما يفيد الطب والمشفى ولا جهازات با تنفع وكاشفية، ولا درب سور طبة قنفية الكشفة، ولا معامل وتحضيرات علمية. أسباب متعددة والموت بيه.
الوقت محتومة محسوبة بثانية. في يوم الاثنين ما توقعت بيطفى ويختفي نجمة بعده شفت ضمية. شفت ظلمية دعيت إلى الله في مدرج بلا لطفة يخفف أحزن تصيد العقل حتمية. الوالدة صبر ينزل بعد ذي قفة يالله أسألك تكون باللطف محمية. تكون باللطف محمية بعد خليلة وصف مكمل الوصف. شوف من يبالغ تكون بالشخص سلبية. الجيد معروف بالجودة وبالعرفة لا ما تدار الكرم والعرف ما بنيه. الجيد معروف بالجودة وبالعرفة لا ما تدار الكرم والعرف مبنية. من خلف أشبال ما نحسب قد توفى بعده راجع جيله مذكوره ومسمية. عبده وفيصل وابو فاضل بهم يكفى وافخر بمفتح ويحيى جود قومية. يشرب عذبها وصفا جوار الأخيار مسك الناس خيري. على النبي ألف لا صليت ما طفا ما الحاج لبه ونادى الله جهري. ما كل مؤمن صرخ صرخه بها طفا